الأجواء معتمة والكل يترقب. إيفرتون يقترب من الهبوط، عقوبات رادعة وتحقيقات لا تهدأ، ومطالبات داخل إنجلترا بعقوبات أشد ردعاً على مانشستر سيتي. عملاق إنجلترا بالعقد الأخير وقع فريسة ل115 اتهاماً بالتلاعب المالي واختراق قوانين إدارة الأندية. مخالفات لو صحت قد تصل عقوبتها حد سحب ألقاب أو هبوط للدرجة الأدنى، وربما استبعاد طويل من البطولات الأوروبية. فما القصة؟ قبل 9 سنوات وقع الاتحاد الأوروبي عقوبات ضخمة على مانشستر سيتي بدعوى اختراق قوانين اللعب المالي النظيف، تم تخفيضها بعد ذلك لعقوبة مالية بلغت حد 50 مليون يورو إجمالاً. أمر دعا الاتحاد الإنجليزي لفتح أدراجه والبدء في بلاغات في حق النادي الإنجليزي تفيد بارتكاب جرائم مالية جعلته يتربع على عرش الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة، لتبدأ عملية التحقيق في 115 اتهاماً في الفترة ما بين 2009 حتى العام 2018. ورغم ظن البعض أن المخالفات تدور في فلك اللعب المالي النظيف، إلا أنها تجاوزت ذلك الحد بكثير. فالبداية كانت مع التلاعب بالعوائد. طيران الاتحاد، الشركة الراعية لقمصان النادي وملعب الفريق، وقعت العقد الأكبر في تاريخ إنجلترا وقتها مقابل 68 مليون يورو، لم تقدم منها إلا 8 ملايين يورو فقط، ولهذا بات النادي مطالباً بتوضيح قيمة العقد وكيف وصل المبلغ إليه بعد ذلك. بينما إحدى شركات التسويق في شرق آسيا وقعت عقد رعاية ضخم مع النادي لم يكشف عن قيمته، تبين فيما بعد أنها شركة وهمية تتواجد على الورق فقط ولا يوجد لها مقر رسمي أو رئيس حقيقي، وذلك بحسب ادعاء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإنجليزي أيضاً. الأمر الذي فتح باب التكهن حول حقيقة كافة الرعاة التي يجذبهم النادي سنوياً، للدرجة التي جعلته أكبر أندية العالم نمواً من حيث العوائد التي ترتفع أكثر من 15% سنوياً، حتى وصلت هذا العام قرابة 712 مليون يورو. ولم يكن هذا هو التلاعب المادي الوحيد، حيث اكتشفت اللجان اختراقات تتعلق بالرواتب تتمثل في دفع النادي مبالغ مغايرة لما تنص عليه العقود المسجلة في الاتحاد الإنجليزي، وتأتي على صورة عقود إضافية أو هدايا شخصية. ويعد الاتهام الأشهر هو ما حدث وقت التوقيع مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي نص عقده الرسمي على راتب بقيمة 5.5 مليون جنيه استرليني، بينما وقع عقدا إضافيا كمستشار فني لنادي آخر حصل مقابل ذلك على 1,750,000 جنيه استرليني سنويا مقابل 4 أيام عمل فقط. لتأتي بعدها اتهامات أخرى كشفتها تقارير صحفية موثوقة قالت أن الاتحاد الإنجليزي حصل على معلومات مؤكدة تفيد بدفع مبلغ 8 مليون جنيه استرليني إلى شركة يملكها يايا توري، لم تعمل أبداً مع النادي في الفترة ما بين 2010 و2015. ولم يقتصر الأمر على مانشيني ويايا توري فقط، بل هناك عدة أسماء مثل أغويرو وديفيد سيلفا وبيلغريني ستوجه لهم نفس الاتهامات المالية. وبعيداً عن التلاعب المادي، لا زال النادي في مرمى نيران اللعب المالي النظيف الذي تأكد اختراقه له عدة مرات في بدايات إصدار القانون قبل أن يحاول تجاوز عقباته. لكن تبقى المشكلة الأكبر والتي أعلنتها السلطات الإنجليزية هي عدم تعاون النادي مع جهات التحقيق بعدة طرق، بين رفض تواجد المراقبين في مقرات النادي أو رفض اطلاعهم على المستندات المطلوبة، وبين رفض الحضور لجلسات التحقيق من الأساس، وهي أمور تساهم في تغليظ العقوبة إذا ما ثبتت الاتهامات في حق النادي. الأمر الذي تداركته الإدارة سريعاً بعد الإعلان عنه، واتفقت مع رابطة الدوري الإنجليزي على المثول أمام مكتب التحقيقات في جلسة هي الأكبر منذ إنشاء الدوري الإنجليزي في نهاية موسم 2024-2025، ليكشف بذلك الموعد النهائي لصدور الحكم المرتقب في حق مانشستر سيتي، وهو تاريخ نهاية عقد بيب غوارديولا مع الفريق.
ورغم وجود لائحة ب115 اتهام طويلة تتداولها الصحف الإنجليزية كلما صدر قرار جديد بحق أي ناد، لا يزال السيتي يؤكد أنه لم يثبت عليه أي تهمة، وأن كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد اتهامات لإيقاف مسيرة النادي، خصوصاً أن ملكيته ليست إنجليزية، في حين تحظى أندية أخرى بتغاضي كبير عن المخالفات واللعب المالي النظيف مثل تشيلسي وغيره. في رأيك، هل تتوقع سحب ألقاب الدوري من مانشستر سيتي؟ وما تأثير ذلك على فوزه بدوري الأبطال؟ وهل يقوى الدوري الإنجليزي على إصدار قرار بنزوله للدرجة الأدنى؟ وهل هذه الاختراقات حقيقة من الأساس